حبيبي يا طلعت، حبيبي يا حبيبي يا طلعت. برن عليكم من الصبح ما تردوش علي من الساعة 5 برن عليكم. كان يفتح المحل يروحوا على المدرسة بيبيعوا شاي قهوة عشان يساعد أهله. هو شفت مرة واحدة شفت الجيش صاروا يطخوا عليهم ونزلوا من الجبات ولحقوهم بلشوا يطخ عليهم. وشفت هذاك سامي لما رحت للمحل الدراج أنا وشفت هذاك فوقيه، لما شفته فوقيه قاعد بعيط بقول استشهد استشهد. رحت أنا أركض شلته صرت عيط بس تعرف شو اعمل. اجت سياره حملته ضليتني رايح على المستشفى وطلع شارع القدس جاي من غادي اسعاف من جهه نابلس وقفتها وحملته فيها. المسافه اللي كانت بين ريان وقوات الاحتلال يعني. مسافه صفر بقول لك مسافر يعني انا اشوفهم بعيني. كان هم على الصيد من فوق رايحين جهه حوار هو كان على الصيد من تحت يعني كان بعيد عنهم شويه يعني مسافة تقريبا 20 متر. لما طخوا عليهم الجيب نزلوا لهم مشاة وبلشوا طخ عليهم ساعتها. يلا زي ما دير يا جد دير اللي بحشرة شكل يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي يا خلاص.